يوم أمس مشاهدينا تحدثنا عن نقص مخزون الدول الغربية لدعم أوكرانيا عسكريا، ويبدو أن هذه الدول تحاول اللجوء لمصدر جديد للدعم. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت في تقرير لها أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت على عدة دول في أمريكا اللاتينية أن تتبرع لأوكرانيا بمعداتها العسكرية القديمة روسية الصنع على أن تقدم لهم واشنطن أسلحة متقدمة. المقترح الأمريكي قوبل برفض واسع في هذه الدول. الرد الأقوى جاء من الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الذي قال إن بلاده لن ترسل أسلحتها لأوكرانيا حتى وإن انتهى بها الأمر كخردة في كولومبيا. الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا شدد هو الآخر على أنه لا مصلحة للبرازيل في نقل الذخائر لاستخدامها في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وشدد على أن العالم يحتاج إلى من يريدون السلام، وهي كلمة لم تستخدم إلا قليلا حتى الآن خلال الأزمة بحسب دا سيلفا. قبل ذلك عاد المستشار الألماني أولاف شولتز خالي الوفاض من رحلته إلى البرازيل والأرجنتين وتشيلي بعد أن رفض رؤساء هذه الدول طلبا بإعادة بيع ذخيرة الدبابات إلى برلين. كما انتقد الرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور علنا شولتز لموافقته على إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا قائلا إن برلين تقوم بخطوات تخالف رغبات معظم الألمان. مواقف الكثير من رؤساء أمريكا اللاتينية تتوافق مع استطلاعات إبسوس للرأي في المنطقة، والتي أظهرت أن نحو 73% لا يؤيدون دعم أوكرانيا، وأنهم يؤمنون أن بلادهم لا تستطيع تقديم دعم مالي أو عسكري لهذا البلد.